إذا الصورة أولا بأول على شاشة إكسترا نيوز، والتفاصيل والأخبار أيضا أولا بأول تقولها لنا الآن ونعرفها من آية عبد الرحمن. إليك آية. زميلي شادي شاشة، أنا بشكرك شكرا جزيلا يا شادي، وأهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز الإخباري، حيث يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفلسطيني محمود عباس، وذلك لعقد قمة مباحثات بشأن مستجدات القضية الفلسطينية. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام رعطي. بدأ المصريون في نيوزيلندا واستراليا ودول شرق آسيا وآسيا الوسطى وعدد من الدول العربية الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير في استفتاء المصريين بالخارج على تعديل بعض مواد الدستور، وتجرى عملية الاستفتاء في الخارج في 140 بعثة دولية ب 124 دولة من 9 صباحا إلى 9 مساء طبقا للتوقيتات المحلية لكل دولة. أكد سفير مصر لدى نيوزيلندا طارق الوسيمي لإكسترا نيوز اهتمام الجالية المصرية في على الإدلاء بأصواتهم هناك خلال أيام التصويت على التعديلات الدستورية، ومؤكدا الشعور بأنهم يقودوا عملية التصويت في الخارج، نظرا لأن نيوزيلندا هي الدولة الأولى التي يفتح فيها أبواب الاقتراع. أضاف أن مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الانتخابات السابقة والحالية ولدت لديهم شعورا بأن لديهم واجب وطني تجاه بلدهم الأمة، ومشيدا بتواصل وزارة الهجرة المستمرة معهم خلال الفترة الأخيرة. أكد قنصل مصر في سيدني ياسر عابد عدم وجود أي معوقات أمام تصويت أبناء الجالية المصرية على التعديلات الدستورية، وأثنى عابد في تصريح لإكسترا نيوز على المصريين في أستراليا، ومشيدا بحرص أبناء الجالية على المشاركة في الاستحقاقات الوطنية. بدأ المصريون في الداخل الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستأنف اللجان العمل مرة أخرى بعد أن أشرف القضاة ورؤساء اللجان على عملية إغلاق صناديق التصويت بالأقفال الكودية المؤمنة عقب انتهاء اليوم الأول من التصويت. شان آخر، تتواصل اليوم فعاليات المنتدى غير الحكومي للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في سياق فعاليات الدورة 64 للجنة بمدينة شرم الشيخ، والتي من المقرر أن تنعقد في الفترة من 24 من إبريل الجاري إلى 14 من مايو المقبل. تتضمن أعمال المنتدى غير الحكومي والذي يستمر حتى غد الاثنين مناقشات موسعة حول موضوعات الهجرة، اللجوء ونزوح، والمرأة والأطفال والفئات الأكثر حاجة للرعاية، بالإضافة إلى تطبيق المعايير المتضمنة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
أيضا في خبر آخر، أفادت الشرطة السريلانكية بوقوع انفجارات عدة في العاصمة كولومبو ومدن أخرى، وذكرت وكالة رويترز أن الانفجارات استهدفت كنيستين إلى جانب فندقين في العاصمة، بينما قالت وسائل أعلام محلية أن الانفجارات خلفت حتى الآن 129 قتيل وأكثر من 160 مصاب، بينما لم تحدد أي جهة مسؤوليتها في الوقت الآن لمسؤوليتها عن هذا الحادث، حيث تكثف الشرطة المحلية جهودها لكشف تفاصيل الحادث. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار مشاهدينا تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.